مرحبا، اهلا فيكم بتجد على قناتي تفاصيل علا. هذا الفيديو خصوصي للناس اللي حابين يبلشوا يهتموا بالنباتات بس مو عارفين شو نوع النبته اللي بلشوا فيها تكون نبته سهله ما تموت معهم بسرعه، او ناس ممكن جابوا اوريدي نبته على بيتهم بس ماتت لسبب ما وخايفين انه يجيبوا نبته ثانيه كمان يخلوها تموت. فححكي لكم عن نباتات سهله كثير انكم تعتنوا فيها لدرجه انه ما حتقدروا تموتوا حتى لو حابينكم تموتوا. فحورجيكم هدول النباتات واحكي لكم كيف تعتنوا فيهم وليش انا شخصيا بحبهم وكمان بفضلهم. فبتمنى كثير يعجبكم الفيديو وضلوا معي للاخير. قبل ما بلش الفيديو اذا حابين تدعموني او اذا عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واتركوا لي تعليق واشتركوا بالقناه لحتى تشوفوا فيديوهات جديده عن النباتات او لها علاقه باللايف ستايل. وهلا صار فيني بلش الفيديو، خلينا نروح. اول نبته احكي لكم عنها اللي هي نبته البامبو اللي كجنبي، من قد ما طويله ما شاء الله ما عم بقدر اطلعها كلها، كثير حلوه. البامبو فيكم تحطوها بالمي تخلوها تعيش بالمي او فيكم تسراوها بالتراب، انا شخصيا بفضل احطها بالمي. الشيء الحلو بالبامبو انه هي بتتكيف تعيش وين ما كان. انا عندي مثلا حاطها بمكان ما بيجي عليه الشمس، مكان بالكريدور في إضاءة بس ما في شمس وعايشة وكتير مبسوطة. ورفقاتي هون حاطينها بمكان في شمس ناحي الشباك وكمان عايشة وكتير مبسوطة مثل ما شايفين، ما شاء الله كتير كبيرة أكبر مني يعني بالبيت. اللي عندي بالبيت جبتها أنا من سنتين ونص وبحط لكم فيديو إلها، صورتها من قبل فيديوهاتي الماضية. تبع لسه أصغر من هاي، هاي لسه أكبر، كتير حلوة. بطلع لكم الكاميرا اللي عندها ليش عم نزلها، هي شايفين قديش كبيرة؟ إذا حابين تكسروا نبتة البامبو كتير سهلة. في هون عقد فيكم تقصوها من عند العقدة وترجع تحطوها بالماء وترجع بتطلع للجذور. القسم اللي قصيتوا فيه فيكم تسكروها بشمع من شان ما تلقط بكتيريا وتمرض، بس غير هيك كتير كتير سهلة. حورجيكم هلا النبتة الثانية، بس قبل ما اورجيكم اياها في نبتة حابة اورجيكم اياها بس من باب الفضول. انا اول مرة اشوف هيك نبتة، كتير كتير استغربت. انا اورجيكم اياها. هي النبتة عبارة عن صبار، بس صبار متدلي. وصح انا اول مرة بشوف هيك نوعية صبار، كتير 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 حبيت. صرت كذا مرة قلت لكم انه انا ما كتير بحب الصبار، بس هي صبار عن جد شكلها حلو وغريب حبيتها. الثانية اللي حابة احكي لكم عنها اللي هي نبتة قلب عبد الوهاب. الشيء اللي بحبه فيها لهي النبتة انها كثير بتتعربش. هلا بفرجيكم كيف هي النبتة لافة لفوق على السقف وراجعة. وكمان هي النبتة كثير 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 سهل انها تعتنوا فيها. ما بتحب الشمس القوية، بتحب الاماكن الاضاءة فيها متوسطة لضعيفة، فيها تعيش بالظل. هي شغلة ظريفة بهي النبتة وبتكبر بسرعة، كتير بتكبر بسرعة وما بتحتاج اهتمام كتير. فيكم تكاسروها بانكم تقصوا اي عرق منها وتحطوه بالتراب بيطلع له جذور، بترجعوا تحطوه بالتربة بتكبر مرة ثانية وتصير كبيرة. كتيبان كتير هي حلوة، طالعة هيك لفوق تك 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 تك، متعرب الشي لفوق فوق، كتير حلوة. انا كتير بحب هيك نوع نباتات، بحب كتير نبات بتعربشوا. ليكو هي كمان شكلهم هيك طالعة لفوق متعرب الشي وعاملة منظر حلو. كمان فيكم تشوفوا هون وحدة متعربشة هيك على حوالين المراية. كتير بشوف على الانترنت ناس هيك عاملين حوالين المراية، كتير بشتهي اني اعمل هيك، كتير شكلها حلو. النبتة اللي بعد اللي حابة احكي لكم عليها هي نبتة العنكبوتية. ورشتكم اياها من قبل فيديوهاتي القديمة عند وحدة بالبيتك الصغيرة. في منها نوعين، نوع بيجي كلاتها ورقها اخضر، في منها بيجي ورقها اخضر بس فيها خطوط بيض، كتير حلوة انا بحب هذا النوع. مهم حلاوة نبتة العنكبوتية انه كتير سهل عناية فيها وكتير بتكبر بسهولة، يعني بتكبر لحالها بسرعة. والشغلة الثانية الحلوة فيها هي لك هون وراي عايزة مبين معكم وقت تكبر شوي. هاي هي النبتة تمام، وقت تكبر بيطلع منها هيك فرق على جنب. حورجيكم يعني قرب اكثر. بيطلع منها عرق على جنب، فيكم تاخذوا هدول اللي طالعين على جنب بتحطوهم بالمي بعدين بيطلع لهم جذور، ويطلع لهم جذور فيكم تحطوهم بالتربه. بصير عندكم نبته جديده كثير سهله. وكمان هاي بتحب الاضاءه المتوسطه للاضاءه الضعيفه وحتى بتعيش بالاضاءه القويه. مثلا هون رفقاتي حاطينها ناحي الشباك كثير بتجي الشمس قويه ومبسوطه.
شخصيا كتير كتير بحب هاي النبتة. بحب كل النباتات اللي هيك بيكون نازلين لتحت بشكل عام، وهدول الشغلات اللي بتنزلون هي كتير كيوت. النبات اللي بعده اللي حابة احكي عنه هو الدفتباخيا. دايما بحكي عنها بنبات يعني فيديوهاتي، ودائما بتخربط باسمها، كسرت الحامل تبع الكاميرا وصرت متنقلة شي 20 مرة مشان كل نبتة بديرة. المهم هاي النبتة انت ما حكيت عنها من قبل بفيديو النباتات السامة، انها هي نبتة سامة. اذا انتو عندكم قطة او اطفال بالبيت ديروا بالكم، حطوها مكان عالي ما بيقدروا يوصلوا لها. حتى انتو اذا مثلا اشتغلتوا فيها و مسكتوا ورق وقصيتوا هيك فورا غسلوا ايديكم بعدها، انه ممكن تعمل مثل الانسان يتحسس منها، فالاحسن انكم ما كتير احسن انكم تديروا بالكم منها. الشغله بدي احكي عنها ان هي نبته كتير سهل الاعتناء فيها. اول شيء ما بتحب الشمس المباشره، في احتمال اذا حطوها بشمس مباشره يحترق الورق تبعها، بتفضل هي الاضاءه متوسطه للاضاءه القليله. ما عارف احكي عم احكي بسرعه شيء ما بعرف. مهم، بس غير هيك نبتة كتير سهلة الاعتناء فيها، ما كتير بتحب الري. في انواع من الدفنة باخية اللي انا عندي بالبيت مختلفة عن هي، هديك بتجي مثل العصاية وبيجي منها بيطلع منها ورق، هي مثل اكسف، ورقها اكسف بكتير، مختلفة. هحط لكم صورة اللي عندي. النبتة اللي بعد الحابة احكي عنها بيقول عليها نبتة الثعبان او نبتة جلد النمر. شي مميز فيها انه هي مثل مو شايفين هيك بيجي مثل جلد النمر اسمها المسمى. كمان هي بتعيش بالاضاءة متوسطة للضعيفة. انا كل نبات اللي عم احكي لكم عليها كتير انه سهل ترباية فيها، لانها ما كتير بدها شمس وما بدها كتير ري. فيكم بس تحطوها بالبيت وتنسوها، فهي واحدة منهم. هي تعتبر من النباتات المناسبة لغرفة النوم، لانها هي تمتص ثاني اكسيد الكربون وبتصدر اكسجين بكتير نسب عالية، فهي تعتبر من النباتات المناسبة لغرفة النوم واختصار العناية فيها. وشكلها حلو كيوت كتير. انا برأيي النبتة اللي بعدها اللي حاحكي لكم عنها وهي اخر نبتة هي الكوشوك او الكوشوكة. هي النبتة كمان كتير كتير سهلة اعتناء فيها، وهي اول نبتة تقريبا او من اول النبتات اللي انا جبتها. كمان جبتها من سنتين ونص تبعي، مثل ما شفتوا فيديوهات القديمة حاحط لكم واحدة هون صورة او فيديو. كتير كبرت. الشيء لازم تنتبهوا له وقت تربوا هي النبتة انه هي ما بتحب الشمس المباشرة. انا كنت حاطها بمكان ببيتي، وبعدين صارت تجي الشمس كتير بالصيف لجواب زيادة، فاحترق قسم من ورقة من ورقاتها امتى وغيرت لها مكانها. هي بتفضل الإضاءة المتوسطة، يعني بحب يكون في ضوء، يكون في شباك بالغرفة بس ما تكون الشمس أشعتها مباشرة عليها. ما لكم مضطرين كتير تسقوها، وبس انتبهوا انه وقت يجمع على ورقها، مو هي بس يعني وقت يجمع على ورقها غبرة انكم تمسحوها بممسحة منشان تصير ورقها شكل حلو وبتصير تتنفس أحسن النبتة، لأن هي بتتنفس من ورقها. إذا مرة حكيت من قبل انه انا بمسحها بمية اللبن اللي هيك، وقت يكون في لبن بيمصل المي تبعه وقتكم تصفوه، فانا بمسحه بهي. بس العالم كثير صار انه بتصير بكتيريا او ما بعرف شو، بس انه طول عمري بستخدم هالطريقة، واهلي بيستخدموا هالطريقة، وستي كانت تستخدم هالطريقة، ونباتاتنا كثير مبسوطين، فانا بستخدم هالطريقة. او فيكم بس تمسحوا بمي دافية. هي الزاوية كتير كيوت، كتير حبيتها، فحنهي الفيديو هون. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، دهنين كل المعلومات اللي حابة شاركها معكم. إذا عندكم أي اقتراحات أو شغلات حابين أعمل عنها فيديو، فيكم تكتبوا لي اقتراحاتكم بالتعليقات. وإذا حابين تدعموني مثل ما قلت اعملوا لايك واكتبوا لي تعليق، وإذا حابين تشوفوا فيديوهات أكثر عن نباتات وعن لايف ستايل فيكم تشتركوا بقناتي، وفيكم تشوفوا فيديوهات القديمة اللي عملتها كمان عن نباتات كتير حلوين. في فيديو اسمه حاولت ليتي لما اشتركت كتير حلو، فيديو تبع نباتات كبرت كمان كتير حلو. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، بشوفكم فيديوهات الجاية، باي باي. النبتة اللي بعد اللي حابة احكي لكم عنها ما بعرف احكي، بزور وبتزرع اضاءة زبالة. النبتة كتير سيئة، كمان لازم تديروا بالكم وقت تديروا بالكم شو مخبص.